أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.